منتجات يدوية ومأكولات متنوعة وتحف ورسومات فنية وكل ما تحتاجه العائلة، هذا ما تميز به بازار أفكار بدورته الخامسة والذي أقامته مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص، حيث ضم عشرات المشاركين من أصحاب المهن اليدوية. على مر العصور المرأة السورية أكدت أنها قادرة تثبت وجودها رغم الظروف الصعبة، واللي بيأكد هذا الشيء وجودنا هون اليوم نحن بالبازار الخيري طبعا برعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، هو لمجموعة من السيدات وطلاب الجامعة عم يعرضوا أشغالهم اليدوية والأشياء اللي مصنعينها. أكثر من 55 تجربة مميزة بأفكار إبداعية. عنا فكرة دعم الأشخاص، عنا فكرة تنمية المشاريع وفكرة تسويق المنتجات. هلأ الدنيا جاء على عيد وهذا الشيء عم يساعد بالعمل الاقتصادي وبالعمل التجاري. نشارك بالحلويات وأكلات العيد مثل البديفورات، المعمول الحلو الشرقي والغربي، التويتات، الأقراص بأنواعه، وحبينا هلا نشارك قبل عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله يكون سنه وانتم سالمين. نحن هذا شغلنا كله هاند ميد اكسسوارز، ونحن من اشياء كثير بسيطه بنعمل اشياء حلوه ومميزه، وفي عندنا هيك لأهل ست البيت، وفي أشياء للصبايا كثير. الجمعيات والفعاليات الأهلية شاركوا بهذا البازار عبر عدة مشاريع تحمل لمسات الإبداع والجمال من خلال مصنوعات لربات المنازل ولذوي الاحتياجات الخاصة. في عندك مثل هيك أشغال أطفالنا اليدوية طبعا مع أنساتهم مع معلماتهم، بيحاولوا أنه هيك يعني قدر المستطاع أنه يقدروا يعملوا يعني شغلات هيك بسيطة وحلوة كمان بنفس الوقت. كمان عندنا هيك أشغال يدوية، شغل أصدقاء الربيع يلي هن بيدعموهم بشغلهم والري على جمعية الربيع. نأمل لها حياة كريمة للمرأة، فمنعطيها مواد أولية تشتغل بالمواد الأولية، ومناخد نحن المنتجات منسوقها ومنبيعها ومنعطيها الأرباح للمرأة. يهدف هذا البازار لاستقطاب التجارب المميزة للسيدات والشبان من أبناء محافظة حمص والتعريف بمنتجاتهم المشغولة يدويا وتسويقها. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من بازار أفكار في محافظة حمص.